تعالوا نتابع دلوقتي أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أنه النهاردة هتفتتح وزارة الأوقاف 27 مسجد في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 22 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، وخمس مساجد صيانة وتطوير، ووصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024 حتى تاريخه 345 مسجد، منها 268 مسجد جديد أو إحلال وتجديد، و77 مسجد صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2024 حتى تاريخه 12426 مسجد بتكلفة تقدر بنحو 19 مليار و737 مليون جنيه. النهاردة هتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مقررات التموين عن شهر نوفمبر 2024، وبيتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وبتوفر الوزارة العديد من المنتجات على البطاقات. لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري، هيلتقي فاركو مع الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً. في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع بيتروجيت، وفي الساعة الثامنة مساءً هيلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.